السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ رجعنا لكم المقطع الجديد. المقطع هذا عبارة عن الويشز، وهذا الأسبوع اللي هو الويش الثانية. باختصار كذا شباب، راح أشرح لكم كل شيء على السريع، ولكن في البداية اللي مو مشتركين في القناة أتمنى لكم تشتركون وزر اللايك حلوين، وخلونا نتكلم على السريع. بالنسبة لأول شيء عندكم اللي هو الأسندنت تشالنجز أو الأسندنت ريلمز، أو عامة اللي هي الأسندنت تشست اللي يبغون نجيبها الأسبوع هذا. باختصار هي موجودة في الدريمينج سيتي، ولكن لازم نكون أسندنت. عشان نكون أسندنت لازم نستخدم حاجة اسمها الكوينز فيول أو كوينز فويل أو شيء زي كذا. المهم هي تينكستشرز، راح تشوفون الحين صورتها او شيء هذا، وزي ما انتم شايفينها قدامكم. اللي ما عنده يمديكم تشترونها من بيترا فينج في الدريمينج سيتي، راح تروحون عندها الصفحه الثانيه راح تلاقونها قاعد تبيعها بخمسه ليجندري شارت. على العموم الحين راح اخليكم مع المقطع، وراح تمشون مع السبع صناديق كلها اللي لازم نجمعها، وراح ارجع لكم في اخر المقطع باذن الله. Still fighting the good fight, I see.
طيب شباب، مجرد انكم تخلصون السبع صناديق راح ترجعون راح تاخذون اللي هي الويش توكن من عند بيت من ماراسوف. زي ما انتم شايفين اول شيء عندكم اسلحه الريدات او اسلحه اللاست ويش، يمديكم تختارونها. راح تكون اسلحه حمراء لو انكم لسه ما قفلتوا الاسلحه، ولكن راح تكون كلها اسلحه زي ما انتم شايفينها بيضاء لو انكم قفلتوا كل الاسلحه. طيب بالنسبه للاكزوتكس، كل التياتن، الهانترز، الوورلكس كلها موجوده، القطع حقت السنه هذه. بالاضافه شباب، ترى اللي ما عند الاضافه ترى يمديكم تاخذون اكزوتكس معينه كذا سحبة سريعة، يعني تسحبون من فلوس بنجي على غفلة، فاستغلوا الفرصة هذه يا حلوين قبل ما يصلحونها، خذوا الاكزوتكس اللي ما موجودة عندكم. ولكن على العموم بالنسبة لي انا اشوف انه صراحة يعني في اكزوتكس ما تستاهل، ولكن ما اعرف صراحة انتم ايش ودكم. بالاضافة شباب انه عندنا اللي هي المومنتوز اللي راحت حقت الدونينج، وعندنا المومنتو حق الفستيفال اوف ذا لوست اللي هو الهالوين. بالإضافة إن عندنا اثنين أسندن شارد، اثنين ألوي أو سايفر. أنا بالنسبة لي طبعا ما حاخذ إلا ألويز لأنه هو الشيء الوحيد اللي أنا محتاجه في اللعبة، ولكن على العموم هذا شيء بالنسبة للويشز كلها يا شباب. هنا وصلنا نهاية المقطع. آخر شيء حابين أقول لكم، لا تنسوا أنكم تشتركون في القناة إذا ما أنتم مشتركين، وزر اللايك يا حلوين. راح نشوفكم بإذن الله في المقاطع الجاية. سلام عليكم.